أخوتي خواتي، قرأت آية اليوم من كورنثوس الثانية إصحاح 9-11: مستغنين في كل شيء، في كل سخاء ينشأ بنا شكرا لله. الصلاة تجي مع الآية مع اليوم: أشكرك يا أبي العزيز لإعطائك هباتك الكثيرة لي، افتح عيني لأرى كيف يمكنني أن أمرر تلك البركات لمن حولي ويحتاجون إليها، بينما أشارك تلك البركات التي أعطيتها لي بوفرة، فليجد الآخرين أعظم بركة على الإطلاق، نعمتك المحبة، ويشكروك باسم المسيح له كل المجد. آمين.